احنا معانا ضيف النهاردة، انا كنت اتكلمت عنه قبل كده وعن الفيديوهات بتاعته، وقلت انه واجب على كل مواطن مصري ان يطلع على فيديوهات الدكتور هشام صبري اللي اسمها قول غير فصل، لانه الراجل نقدر نقول انه هو ابن الدولة، فاهمها، فاهم منظومتها. حاليا دكتور هشام صبري كان ضابط في جهاز أمن الدولة سابقا، وحاليا هو مدرس للقانون في جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية. برحب بيك يا دكتور هشام، ازي حضرتك؟ شكرا على التقديمه الجميله دي. انا مبسوط ان انا اول مره اظهر، بقالي شهرين ثلاثه اول ظهور ليا يبقى معاك. يعني أنا المبسوط جدا جدا. عندي مئات الأسئلة، جاهز؟ طبعا انا جاهز دايما. في الأول خلينا ناخد يعني لمن لا يعرفك، لأنه جمهور اليوتيوب مختلف خالص عن جمهور التلفزيون. هشام صبري ضابط شرطة مصري سابق، عملت في منذ تخرجك، اشتغلت على طول بعد التخرج من كلية الشرطة في جهاز مباحث أمن الدولة. يعني بعد التخرج بسنة ونص تقريبا أو سنتين عشان نبقى اشتغلت دقيقين، فين يعني قبل جهاز أمن الدولة؟ اشتغلت في المباحث الجنائية وبعدين في أمن الدولة بعد كده. كنت في اسم ايه؟ لا، كنت في مديرية أمن كفر الشيخ، كنت في مباحث مركز كفر الشيخ. طيب، وبعدين انتقلت الى جهاز مباحث أمن الدولة، شطارة ولا واسطة؟ الاثنين. بص يعني مفيش حاجة بتحصل في مصر من غير واسطة، خلينا واقعيين يعني، بما فيهم أمن الدولة. الفرق ان لما حد، احنا عندنا في مصر التطوير بيتم عن طريق راس المكان للاسف، تمام يعني ما فيش تطوير بيجي من تحت لفوق، التطوير دايما بيجي من راس المكان. تمام وقت ما كنت انا بدخل امن الدوله كان رئيس الجهاز صلاح سلامه. كان صلاح سلامه عنده فكر، اللي هو الفكر متطور شويه او فكر مختلف عن بقيه رؤساء الرؤساء الجهاز اللي السابقين قبليه. او اللي بعد كده، نعم، فكرة عن السابقين او اللاحقين. بالظبط. كان هو فكره مختلف تماما. كان فكره مختلف تماما، كان بيهتم بموضوع التدريب، كان بيهتم بحاجات كتير. فكان بيشترط واسطه وكل حاجه، بس لازم تبقى انت مؤهل ان انت تدخل. يعني كان بيترفض ناس، كان في واحد وزير، دي حاجه مشهوره قوي، كان الناس اللي كانوا داخلين الفرقه بتاعتي، انت عشان تدخل امن الدوله تدخل فرقه تاهيليه الاول لمده سنه. في الوقت ده، في وقت صلاح سلامه، كان بتدخل فرقه تاهيليه لمده سنه، اكنك قاعد سنه كمان، سنه زياده في الكليه يعني. كان في وزير مقرب جدا للرئيس مبارك وقتها، ورفض ابن اخوه، رفض يدخل ابن اخوه، لان هو كان في من ضمن الشروط كان بيتعمل تحليل مفاجئ للخمور والمخدرات، لو انت بتاخد حاجه من الاثنين هتترفض تماما يعني. هو كان الولد كان ظابط وكل حاجه، بس كان حاجه تحليله ظهر فيها اما خمور او مخدرات فاترفض. الوزير ده يعني قلب الدنيا، وكان فعلا قريب جدا من حسني مبارك، يعني قلب الدنيا، ومع ذلك صلاح سلامه اصر على موقفه ورفض. فهو في الوقت ده كان الاثنين، في الوقت ده، وقت صلاح سلامه بس، وانا مش ببالغ لما بقول كده، وقت صلاح سلامه بس هو ده الوقت اللي كان بيشترط الاثنين، انت يبقى عندك واسطه كل حاجه، بس انت كمان تبقى مؤهل ان انت تدخل. طيب، انت اول ما اشتغلت الاستراكشر بتاع الجهاز، يعني انا مهتم برضو الجمهور يطلع على جزء منه، الطريقة التنظيمية، انتوا بتبقوا مجموعات مختلفة، ما فيش ادارات، في ادارة في يعني في تقسيم جغرافي وفي تقسيم رأسي وتقسيم افقي، في تقسيم مرتبط ب يعني في تقسيم جغرافي وتقسيم نوعي. نوعي. فانت كنت في انهي مجموعة او بتشتغل مع انهي انا في فريق؟ النشاط الخارجي. في النشاط في النشاط الخارجي. الخارجي. النشاط بالظبط. الخارجي ده اللي هو متعلق بالعمل في خارج حدود مصر فيما يخص مصر. او الناس الاجانب، سواء الاجانب اللي بيجوا مصر، من كل واحد بيبقى مسؤول عن مجموعة دول، الاجانب اللي بيجوا مصر من الدول، رعاية الدول دول، او المصريين اللي عايشين في الدوله دي لما بيجوا مصر، او هم عايشين في دولتهم يعني لو في مشاكل بالنسبه لهم. فهي الموضوع مش دي من ضمن الحاجات اللي انا برضو دايما للاسف بعيب عليها في الاجهزه المصريه، ان مهما كان يعني جهاز امن الدوله انا بقول من احسن الاجهزه اللي فيه تقسيم للعمل، ومع ذلك من احسن الاجهزه في مصر كلها اللي فيه تقسيم للعمل. فيه تقسيم للعمل مش موجود يمكن في اي جهاز تاني في مصر، بس مع ذلك مش كفايه.
ان هو الاختصاصات مش واضحه 100%، اختصاص الجهاز نفسه مش واضح 100%. طيب انت شغلك يعني، انا مثلا قريت انه كان مثلا اللي هو فؤاد علام في لحظه من اللحظات كان بيشتغل في المجموعه الاسلاميه، وانتقل سافر مخصوص المانيا عشان يقابل قياده من القيادات الاسلاميه عشان يتفق على اتفاق معين في قضيه معينه. فانت شغلك ممكن يكون داخل مصر وممكن يكون خارج مصر بناء على الحاله نفسها. بالظبط. اذا بالظبط. انت بتشتغل شغل ممكن يبقى قريب جدا من الشغل بتاع المخابرات العامه. تقريبا يعني الى فين حد خطوط كبير. التماس لا بقى على وفين فكره، خطوط الافتراق؟ بص انا هقول لك حاجه كويسه قوي. يعني انا دايما بحب ادلل بالقصه دي على ان الاختصاصات مش واضحه، وعلى ان الاجهزه الامنيه نفسها مش فاهمه اختصاصاتها للاسف. يعني انت فاكر ايام بعد الثوره على طول كان عمر سليمان من، يعني انا ده بحب اوضح اقول المثال ده لان هو مثال فاهم يعني عالم. اكستريم، يعني مثال فج، مثال واضح جدا محدش يقدر يغفله. يعني عمر سليمان لما كان بيطلع في اللقاءات التلفزيونيه كان بيقول، بيدافع عن الجهاز، بيقول جهاز المخابرات ملوش اختصاص في العمل داخل مصر، تمام. جهاز المخابرات العامة المصرية، كل الناس بما فيهم انا كنت بقول كده ايام ما انا كنت في مصر، كنت بقول كده. ده السيناريو الدارج، ان احنا كنا بنقول جهاز المخابرات العامة المصرية ملوش اي اختصاص جوه مصر، رغم ان هم كانوا بيشتغلوا، يعني هم كانوا بيشتغلوا جوه مصر وكل حاجة، بس كان الاعتقاد السائد بما فيهم رئيس الجهاز نفسه كان معتقد ان هو ملوش اختصاص للشغل جوه مصر. مع ان في الوقت ده كان اللي بيحكم عمل جهاز المخابرات العامة القانون 100 لسنة 71، اللي هو هو طبعا اتغير بعد بيقسم كده العمل جزء في هيئة الأمن القومي اللي بتشتغل جوه مصر، بالظبط. وبرضه بالظبط. عندها انما تقسيم جغرافي وعندها تقسيم نوعي. الفكرة في حقيقة يعني الفكرة ان هو في سنة 76 كان وزير العدل طلب من المحكمة الإدارية العليا، كان وقتها اسمها المحكمة العليا، طلب حكم تفسيري وضع كان فيه خلاف على قضية معينة، وكانت القضية دي المخابرات العامة مقدماها للمحاكمة، فاحتاجوا يعني باختصار احتاجوا حكم تفسيري من المحكمة الإدارية العليا، كان وقتها اسمها المحكمة العليا، عن نطاق اختصاص المخابرات العامة. في 76 القاضي أظن كان اسمه إبراهيم حمودة حكم، قال في نوفمبر 76 قال إن الجبهة الداخلية أو شغل جوه مصر من صميم عمل اختصاص المخابرات العامة. ومع ذلك رئيس الجهاز نفسه ما يعرفش كده. يعني رئيس الجهاز ده اوكي. ما يعرفش كده، ان هو كان فاكر ان هو بيقول هو بيعمل كل حاجه وخلاص، انما هو ما عندوش فكره عن ولا ضباط ولا، ويقيس كده على كل الاجهزه بقى، يقيس كده على كل الاجهزه، ما فيش حاجه واضحه، ما فيش حد يقدر يقول لك انا عندي. يعني انت مثلا هنقارن بامريكا او هنقارن باي دوله بره مصر، يعني في اختصاص واضح، تقدر انت تدخل على الويب سايت بتاع الاف بي اي اف بي مثلا اي او السي تعرف اي اي وتشوف الفرق. بتاعهم ايه، هم بيعملوا ايه بالظبط. طيب هشام بيه، في سؤال بس انا عايز اساله حضرتك. انت اثناء عملك في مكتب الخارجي او في مجموعه العمل الخارجي انت جبت معلومات حوالين سد النهضه، ممكن تحكي الحكايه دي؟ بالظبط. يعني انا يعني حاسس الحكايه دي مستهلكه لان انا بقالي سنين بتكلم فيها. فباختصار كده 2007 كان يعني جالنا معلومات، ان انا جاني انا معلومات من خلال مصدر يعني عن تفاصيل سد النهضه بالكامل في 2007، ان كل بـ بـ يعني لدرجه الرسومات المبدئيه للموقع السد، الشركات الاستشاريه اللي هم بيتعاقدوا معاها كانت شركات ايطاليه اغلبها، كل التفاصيل اللي مصر محتاجاها انها تعرف ان خلاص الموضوع دخل في الجد، موضوع سد النهضه او ان يحصل سد في اثيوبيا دي حاجه يعني من السبعينات وهي فكره مطروحه يعني، انما المره دي كان الكلام بقى بجد، ان احنا خلاص احنا دلوقتي دخلنا في طور الجد، المفروض نعمل حاجه. للاسف لا انا بس لاسباب عايز امسك الحتة دي. انت من 2007 قدمت لقيادتك كل الملف بما في ذلك بالظبط. وفي 2020 ده اللي حصل، حتى الشركات الموجودة وشغالة شركات إيطالية اصلا. يعني هو ده المؤسف بقى في الموضوع، ان في 2007 الحكومه المصريه كانت على يقين تام، او المفروض يعني في حد، لان احنا برضو ما اقدرش اقول الحكومه المصريه، لان الحكومه المصريه ما هياش حاجه واحده، ما هياش كيان واحد للاسف، يعني هم للاسف جزر منعزله، وهي دي كارثه من كوارث الاداره الحكوميه في مصر والاداره الحكوميه في دول كتير، بس هي في مصر الموضوع زياده شويه.
ان هم الاجهزه الحكوميه عموما في مصر بما فيهم الاجهزه الامنيه بتعمل في جزر منعزله تماما عن بعض. فانما كان في حد مسؤول عارف التفاصيل السرد، وكان المفروض يطلع الكلام ده يعرضه على الرئاسه، بس للاسف ده ما حصلش. للاسف اللي عرفناه بعد كده، طبعا التفاصيل كلها ما عرفناهاش غير بعد الثوره، ان للاسف الكلام ده ما حصلش، والتقرير ده اتحفظ لان هو كان ممكن يزعل حسني مبارك او اتعرض عليه. فعلا. اه طبعا، وانا يعني قلت الكلام ده يعني اكتر من مره، يعني للاسف انا قلت الكلام ده اكتر من مره، دي مش اول مره اقولها. يعني التقرير اتحفظ بالمعلومات اللي فيه بالتفاصيل، لم تذهب إلى أعلى قمة في الهرم السياسي لا وإنما فضلت في الدرج، اه بالظبط، وده ينفع؟ في مصر كل حاجه تنفع، كل حاجه في مصر تنفع. طب الشخص ده اتحاسب؟ آه لا طبعا، ما هو مفيش، ما هو الحاجات دي للاسف دي جرائم، انا شايف ان هي جرائم سياسيه، مفيش حاجه قانون اتعاقب عليها. انت ما تقدرش تعاقب حد تقول له انت ما جبتش معلومه، مفيش حاجه قانونا في القانون تقدر طب تعاقبه بس عليها. المعلومة عنده وهو أخفاها. هو ما اخفهاش، هو تقييمه في الوقت ده ان هو في دفوع قانونيه كتير قوي، حتى لو اتقدم للمحاكمه يقدر يدفع بيها. يعني انا تقييمي في الوقت ده ان المعلومه دي مش قيمه كفايه، ضابط صغير ومش المعلومه دي، لا انا ما قدرتش اتاكد من المصادر، ما فيش مصادر تانية اكد، يعني في دفوع كتير قوي يقدر يدفع بيها عن نفسه. فهي الحاجات اللي زي كده محتاجه محاكمات سياسيه، ودي برضو المحاكمات السياسيه دي سلاح ذو حدين، لان هي على مدار التاريخ دايما كان بيساء استخدامها وبتجيب نتيجه عكسيه برضه. فهو الموضوع للاسف مش سهل يعني، انما حل كل الكلام ده ان يبقى فيه شفافيه، حل كل الكلام ده ان يبقى فيه حريه تداول المعلومات، ان الناس زي اي جهاز في العالم ان كل الوثائق بتاعته بعد عدد سنين معين بتبقى بتكشف، يعني بترفع عنها درجه السريه والناس كلها تقدر تشوفها. فاللي هيعمل حاجة بيحط في دماغه الكلام ده، بيحط في دماغه ان هو بعد في 50 سنة آلية مثلا، لو في المحاسبة. دولة زي امريكا بعد 50 سنة هيتعرف، حتى المحاكمة الشعبية، حتى الحساب المحاسبة الشعبية بعد 50 سنة كل مصر هتطلع على الوثائق وهتعرف هو عمل ايه او ما عملش ايه. طيب فحتى ده وحضرتك بيخلي يا دكتور هشام اشتغلت لغاية سنة كام في الجهاز؟ 2009، انا سبت مصر 2009 بالظبط. سبت مصر. انت استقلت علشان مش مقتنع بالعمل في المؤسسة الأمنية، ولا علشان لقيت فرصة أحسن في أمريكا؟ لا انا ما كانش في فرصه احسن، هو ده خلي بالك وقتها. يعني وزاره الداخليه كلها كانت واقفه ضدي، لان هم ما اقتنعوش ان هي ما كانتش فرصه احسن ولا حاجه. انا كل الحكايه انا كنت عايز ادرس وطلعت ادرس، هم بقى ما اقتنعوش بكده. هم ما حدش كان مصدق ان ممكن واحد يسيب الجنه اللي هي في الوقت ده 2009، انت شغال في الجنه في امن الدوله، يعني عندك سلطه وعندك فلوس وعندك كل حاجه، يعني بطريقه ما حدش يحلم بيها. فمحدش اقتنع ان ازاي واحد هيسيب كل ده عشان يدرس، دي كانت حاجه فوق تصوراتهم يعني. فانما هي دي، هو ده كل اللي حصل، انا كل الحياه كنت عايز ادرس وطلعت ادرس. طب هم ما حاولوش يقدموا نوع من الدعم، نوع من السكولارشيب؟ يعني في النهاية برضو لا انا لو طبعا، عندي ضابط هم شاطر، حاولوا يحاربوني ان انا انا لو ابعد عندي عنهم يعني، ضابط لا شاطر خالص. وفي لا شوية دعم على الأقل مادي، ممكن يبقى مفيد. يعني ممكن نبقى بنخلق قيادة كبيرة في المستقبل. بالظبط، هو ده التفكير المنطقي. بس الكلام ده برضه للامانه يعني، الكلام ده حصل بس جوه مصر في عهد حبيب العدلي. حبيب العدلي برضه من اول وزير داخليه عمل الكلام ده، ان اي ضابط كان بيحب ياخد، انا شخصيا انا استفدت جدا من قرار حبيب العدلي ده، ان كان اي ضابط بيحب ياخد اي كورسات جوه مصر، ما تخرجش بره مصر، اي كورسات جوه مصر تاخدها على حساب الوزاره، اي حاجه في اي مجال هيبقى مفيد لشغلك او حتى مفيد ليك انت كشخص. يعني انت عايز تاخد كورسات في الاداره تقدر تاخد كورسات في الاداره، عايز تاخد، او كان بيسمح برضه، فتح هو ده قانونا كان مسموح بيه كده كده، بس عملا ما كانش بيحصل. كان اي طالب، اي ضابط عايز يدرس ماجستير او دكتوراه، كان الموضوع يعني في تسهيلات كتير طول ما انت جوه مصر، ما تخرجش بره مصر. التفكير الامني ان انت طالما انت خارج بره مصر يبقى انت رايح تخابر على طول، هو ده التفكير الامني العقيم للاسف، ان انت طالما هتطلع بره مصر يبقى انت ده تخابر اكيد، مش انت رايح تحت عينينا، تتخابر مع السي اي اي مش تحت عينينا. بالظبط. اه طيب يعني ده يخليني أسألك سؤال تاني. انت في 2009 هل كان عندك اي احساس كضابط امن انه في ثورة جاية في البلد، او ان الاوضاع طبعا هتستقر، طبعا ولا
الحكاية كانت يعني مش في الشكل، ما كانش كده. لا بص، من 2000 احداث المحله كانت سنه كام؟ 2007 2008 ولا 2008؟ 2008 2008. من 2008 يعني انا كشخص، وكمان كان في ناس كتير وفي اقسام كتبت تقارير وافيه في الموضوع ده، ان لا، ان الدوله، النظام بالوضع الحالي ده مش هيقدر يستمر كده مده طويله. محدش توقع برضو للامانه، محدش توقع ان الكلام ده يحصل بسرعه كده في 2011. احنا كنا بنتكلم يعني في من 5 ل 10 سنين، مش بالسرعه دي ومش بالقوه دي. محدش توقع ان حاجه زي كده ممكن تحصل بالقوه دي، بس كان معروف، وكانت كل الاجهزه الامنيه كانت بتكتب ان في حاله غليان في الشارع، ان الوضع لا يمكن يستمر بالمنظر ده لمده طويله. وكنتوا بتدوا ايه هي ايه الترمينولوجي الامني اللي كنتوا بتدوه، او ايه المصطلح الامني اللي انتوا كنتوا بتكتبوه في تقاريركم؟ غليان في لا بص، الشارع، انا ولا ثورة انا مقبلة، ولا اضطرابات واسعة، ولا بص انا مش فاكر، انا ما برضو انا مش فاكر، لان ده دي مش حاجه ما كانتش من شغلي خالص. يعني انا التقارير دي انا عمري ما كتبت تقارير عن حاجه زي كده، انا كنت بقراها زي بس للاطلاع يعني. انما ما بقدرش بصراحه، مش عارف، انا مش قادر افتكر الكلام ده، عدى عليه 12 سنه تقريبا، فلا مش لا مش فاكر ايه المصطلحات بالظبط، لا مش فاكر بصراحه. طيب دكتور هشام، انت خرجت رحت امريكا ودرست قانون تاني، مع انك بالظبط. دارس قانون في كلية الشرطة. بس انا في امريكا يعني عملت ماجستير ودكتوراه في كليه الشرطه، كان ليسانس حقوق يعني، مش تمام، عملت ماجستير في ايه؟ في القانون يعني. هو ما فيش تخصصات في امريكا في القانون، مش زي مصر في اقسام. الماجستير كانت كل كورسات بس، انا يعني كان كل اوكي، كورسات، وكنت بكتب واكاديميا والبحث وكده. يعني طب كلها حاجات متعلقه يعني. طبعا انا كنت بمهد للدكتوراه، كان يهمني ادرس الحاجات اللي انا عايزها اللي هتبقى متعلقه برساله الدكتوراه، وفي الاخر بيبقى في ورقه بحثيه مش كبيره يعني، ورقه مش يعني ما هياش مش زي النظام في مصر. لو انت بتعمل ماجستير بتقعد تعمل بحث كامل، كل شغلك بحثي. ده حصل في الدكتوراه يعني، الشغل البحثي حصل في الدكتوراه، وانما مش في الماجستير. والثيسس بتاعتك في الماجستير كانت عن ايه؟ في الماجستير ولا في الدكتوراه؟ في الماجستير، ما انا هسألك على الدكتوراه بعدها. اوكي، في الماجستير كانت متعلقه بحقوق الانسان في مصر، بس كانت حاجه يعني مش كبيره يعني. انا مش ما هياش حاجه ما كانتش حاجه وافيه، كانت حاجه بس مجرد حاجه تمهيد للي انا هعمله للدكتوراه يعني. لان هي الدكتوراه كانت اشمل، الدكتوراه كانت بتتكلم عن سياده القانون والديمقراطيه في مصر، كانت هو ده الحاجه اللي انا كنت مهتم بيها، ان احنا ان الديمقراطيه اولا حاجه لازم نبداها من تحت، لان هي ملهاش حل تاني غير كده. انت ما تقدرش تزرع الديمقراطيه، ما تقدرش ترمي الديمقراطيه بالباراشوت، لازم حاجه يبقى احنا عندنا الثقافه السياسيه اللي تؤهلنا للديمقراطيه، ودي حاجه بتاخد سنين، ودي حاجه احنا ما هواش اختراع جديد بالنسبه لنا. احنا المصريين مارسوا الديمقراطيه يعني لعقود قبل انقلاب 52، صحيح، فالديمقراطيه دي حاجه ما هياش حاجه جديده بالنسبه لنا. لكن البحثين كانوا متعلقين بمصر. الاثنين كانوا متعلقين بمصر. بالظبط. هل اطلعت على الورقة البحثية اللي عملها الضابط عبد الفتاح السيسي لما كان بيدرس في الولايات المتحدة الأمريكية؟ انا سمعت عنها بس انا ما موجودة لقيتهاش موجودة، يعني. أنا اطلعت عليها، موجودة. انا للاسف لقيت ان هي يعني، هي الفكره في ايه، انا بهتم قوي في حاجه زي كده، بهتم ان انا اشوف اصل المكان اللي ناشر الموضوع. انا لقيت ناس ناشرين عن ناس ناشرين عن ناس، او يعني جهات ما هياش جهات لا اكاديميه. لا يا باشا، ابعتها لك، لانه هو اوكي واخد تمام. كوتيشنز. في الحقيقه هو برضه فكر بنفس المنطق، مصر والديمقراطيه والمستقبل، لكن هو كان عنده فكره اعتقد ان انتوا الاثنين هتختلفوا فيها كاتنين باحثين، انسى بقى السياسه وانتوا مين. هو عنده وجهه نظر اللي هو بيقولها على فكره دلوقتي في كل المؤتمرات، ان احنا مجتمع مختلف اجتماعيا، ثقافيا، دينيا، اقتصاديا، وبناء عليه الديمقراطية الغربية مش هتنجح معانا. البحث بتاعك على حسب ما انا فهمت العكس، انت شايف بالظبط. ان الديمقراطية مش فكرة جديدة علينا، وانما فكرة قديمة وعدت علينا، ولكن في مشكلة. ممكن تشرح لي ايه المشكلة؟ احنا محتاجين نبني عليها. احنا المشكله يعني، المشكله الحقيقيه انقلاب 52،
القرن 52 ما كانش، وهي دي الثقافه السياسيه بقى السائده دلوقتي. يعني هي احنا مشكلتنا الحقيقيه يعني ايام 2011 كانت الناس كلها متفائله وكانت الناس كلها بتقول حاجه. طبعا احنا في الوقت ده بعد الثوره على طول كان اي باحث مصري كان يعني بيتعامل ان هو من مشاهير هوليود، يعني طبعا الناس كلها عايزه تستضيفه والناس كلها عايزه تتكلم معاه، فالناس كلها كانت بتقول حاجه وانا كنت بقول العكس تماما. يعني انا كنت بقول عكس اللي كل الناس بتقوله، الناس كانت متفائله بالموقف والناس كانت متفائله. وانت بتقول يا نهار اسود الدنيا هتبقى وحشه. انا كنت شايف ان احنا التغيير ما يحصلش يعني مش هيبقى بالسهوله دي، احنا محتاجين التغيير دي حاجه بتاخد وقت نبني عليها. النظام انا مش مؤمن على فكره خالص بموضوع الدوله العميقه في مصر، احنا ما فيش دوله عميقه في مصر ولا اي حاجه، احنا النظام في مصر عاش الملك عاش مات الملك مات. بس هي الفكره ان الناس يعني للاسف احنا ما عندناش صبر، يعني احنا عايزين كل حاجه بسرعه بسرعه بسرعه. احنا قعدنا 18 يوم عملنا معجزه في 18 يوم وبس روحنا. فهي الفكره في ان احنا دي حاجه الحاجات الانسانيه عموما المجتمعات الحاجات المتعلقه بمجتمع كبير زي المجتمع المصري محتاجه وقت نبني عليها، محتاجه ناخدها خطوه بخطوه. يعني انا حابب مثلا اقول لك احنا المحكمه العليا في امريكا اللي هي موازيه للمحكمه الدستوريه العليا في مصر مثلا سنه 1857 يعني من حوالي 150 سنه مثلا او حاجه حكمت قالت ان المواطنين السود المواطنين الامريكان من اصول افريقيه مش من حقهم التصويت لان هم ما يعتبروش اصلا مواطنين امريكان. حتى لو انت حر وقتها كان خلاص بقى في ولايات بتقول ان ما فيش عبيد اصلا وفي ولايات لسه معترفه بالعبيد. فالمحكمه العليا اللي هي امريكا محكمه فيدراليه اعلى محكمه فيدراليه في امريكا قالت لا، قالت انتوا اي حد من اصول افريقيه سواء هو حر او عبد هو ده ملوش حق ان هو يصوت وملوش حق ما هوش مواطن امريكي اصلا، ما نقدرش نعتبره ان هو مواطن امريكي. بس بعد 150 سنة بقى في عندك نعم؟ بعد 150 سنه بقى في عندك رئيس امريكي اسود. بالظبط بعد 150 سنه في 2008 جه رئيس من اصول افريقيه. فهي الفكره في كده احنا او من يعني احنا محتاجين ان احنا نبني ان احنا ناخدها خطوه بخطوه. هي مستحيل حاجه تحصل في يوم وليله، احنا ما عندناش بقى للاسف الصبر ده، احنا محتاجين. وطبعا احنا برضو الانظمه للاسف ما بتسمح لناش بكده، يعني احنا المجلس العسكري ما سمح لناش بكده، نظام الاخوان ما سمح لناش بكده، وطبعا نظام عبد الفتاح السيسي مش هيسمح لنا بكده، ما سمحش طبعا طول الوقت ومش هيسمح لنا بكده. فهي الفكره في كده احنا الثقافه الديكتاتوريه ديت موجوده فينا كلنا، هو بس الفكره في ايه ان اللي في الحكم عايز يطبقها هو لصالحه هو، انما غير كده للاسف احنا محتاجين بقى نطور ثقافتنا السياسيه دي. انا عايز اناقش معاك يا دكتور هشام الفكره اللي انت لسه بتقولها انه مفيش دوله عميقه في مصر. الفكره دي عايزين يعني نفككها شويه كده ونفهمها من خلالك. بص هو يعني هي الثقافه في مصر الثقافه او يعني البيروقراطيه المصريه مؤمنه تماما بالنظام الفرعوني، يعني هي دي فعلا حاجه موجوده اللي هو رئيس المكان هو ده الاله ايا كان، رئيس الوحده هو ده الاله وهو بيتعامل على الاساس ده على فكره، وهو ده يبرر لنا التصرفات اللي بيعملها السيسي دلوقتي على جميع المستويات على فكره، رئيس دوله رئيس مفهوم شركه مفهوم رئيس مفهوم حي. هو بيعتبر ان المكان ده ملكه، هو ما بيعتبرش نفسه موظف عام، مفيش حد في مصر بيعتبر نفسه موظف عام، هو بقى رئيس المكان ده، انا خلاص المكان ده ملكي، انا متحكم فيه، انا الاله في المكان ده. فهي الثقافه دي هي دي المشكله، هي الثقافه دي حاجه موجوده ومحتاجه تتغير وسهلا على فكره انها تتغير، هي مش صعبه. يعني احنا عملا يعني برضو عشان يعني لان هو الموضوع صعب، هو التغيير هيجي من فوق ولا من تحت، حته ان احنا يبقى فيه نسمح يعني النظام يسمح بحريه سياسيه حقيقيه ويسمح بمنظمات المجتمع المدني ويسمح باحزاب، ده مش هنشوفه، ده للاسف مش هنشوفه، يعني واضح جدا ان احنا مش هنشوفه من ايام عبد الناصر لغايه النهارده ما شفناهوش وما اظنش ان ده هيحصل.